السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. طبعا احنا في أحد المواقع لأمس كنا احنا عم نشرح بموضوع أهمية التأسيس. طبعا احنا بالنسبة لنا الشيء الأساسي اللي أنا دائما بحب أكد عليه إنه احنا الشيء اللي بنقدمه أو النصيحة اللي بنقدمها احنا بنقدمها بكل صدق إن شاء الله، وبدون ما يكون عندنا أي هدف. يعني إحنا أي طريقة في العمل مثلنا مثل أي شركة، قادرين نقوم بأي عمل بأي طريقة، ولكن إحنا الأشياء اللي إحنا منشوفها ومنكون متأكدين 100% إنها خاطئة، منحاول نقدم النصيحة للآخرين لا أكثر ولا أقل. فاللي بترجى من الجميع إنه ما يفكر إنه أنا لما أقدم معلومة أو أقدم نصيحة بيكون لي أي غاية إطلاقاً إلا النصيحة، يعني شيء أنا بكون متأكد منه أنه أمر خاطئ، فدائماً بحاول أني أوضحه للناس لأنه في ناس ما بيكون عندها المعلومة الفنية الكافية في هذا المجال. السلام عليكم، كيف الحال؟ شو أخبارك؟ ركبت شليل خلاص كله؟ أيوة. سوا مال إيسي؟ لا إيسي خلاص. خلاص مال الكهرباء. طبعاً العمل لما يكون ناجح يكون لازم يكون كل مكونات وعناصر العمل طبعا بتشتغل بالطريقة السليمة. يعني احنا بإمكاننا هذا المشروع على سبيل المثال حاليا طالبين عملية تجميع الوحدات الخارجية. طبعا هذا الغاية أو هذا الهدف احنا بنشوف انه هدف يعني غير مهم مقابل الأعمال الفنية اللي بتكون طبعا أهميتها أكبر بكثير من الأهداف البسيطة اللي بيهتموا فيها الناس على أساس الشكل لا أكثر ولا أقل. مثل ما احنا دائما بنأكد في أشياء كثير بتأثر سلبا على جودة العمل، ممكن الناس تشوفها جماليا جيدة ولكن هي على الواقع بتضر الكاستمر أو بتضر صاحب المشروع في الدرجة الأولى. لذلك الشيء اللي أنا متأكد عليه إنه إحنا بنقدر من خلال دراسة المخططات يعني نقوم بعملية توزيع الوحدات الخارجية، وخاصة لما يكون عندي مشروع مثل هذا المشروع عبارة عن سبل الدكت كونسل، بنحاول إنه تكون عندنا طبعا الوحدات الخارجية موزعة على الأطراف من خلال دراسة المخططات بطريقة صحيحة. تمام، إحنا يعني مش ضد إنه يكون الشكل مرتب ولكن ضمن الحدود بحيث إحنا ما يصير في عندنا ضرر بأعمال التكييف. فحاليا إحنا في عندنا رايزرات في هذا المشروع منتشرة وموجودة. خليني أورجيكم أنا الرايزرات اللي طبعا الناس بيقول لك دخل بايبات الغاز من الرايزر. طبعا أنا هون عندي هذا حمام، وعندي هون وحدة داخلية راح تركب اندور يونت. تمام، وعندي هذا الرايزر. طبعا الأمر الطبيعي بيقول لك إنه في رايزر، استخدم الرايزر لتمرير بايب الغاز. هذا الرايزر شايفينه، وأيضا في عندي رايزر هناك بالجهة الأخرى، في عندي رايزر هناك. تمام، وفي عندي رايزر هناك بالزاوية. فعمليا الرايزرات موجودة ولكن الموضوع بيضر العمل. يعني عملية إنه أنا نزل بايب غاز من الرايزر موضوع مش بسيط، في كثير تبعات احنا دائما بنشرحها من خلال كورساتنا وبنقول لكم انه يا عمي انتم بامكانكم تبتعدوا عن الرايزر. انا امبارح شرحت وقلت انه هذا الرايزر عندي موجود باصل الحمام ومش خارجي. تمام، انا يوم اضطر المخططات ما بتخدمني، ما بقدر اركب الا من الرايزر حصرا، لا حول ولا قوه. بس اذا انا بقدر اركب سليف صاعد الى الطابق الاخير هون في هذا المكان، شايفين هذا احنا السليفات، هذا يوم انا اقول سليف هو السليف، هو عبارة عن باب بلاستيكي شايفينه ثبت هون بين الحديد، وفي بجنبه بايب كهرباء، شايفين كهربائي مركب بايب كهرباء جنبه هون، هذا مسكر من تحت ومن فوق مركب مثبت، حاليا بصب السقف بصير في عندي فتحة أنا نازلة لعندي الوحدة الداخلية، شايفين ما بضطر أنا أركب بايباتي مع بايبات الصرف الصحي وبعدين أطلعه من الرايزر ويجوا يكسروا لي البايب. يعني العملية كثير سيئة. هون بإمكاني أنا يعني أدرس المخطط مثل ما طبعا اللي كانوا موجودين معنا أمس خلال البث شافوا كيف إحنا بندرس طبعا
هاي الأمور. واللي حاب يتعلم ويشوف هاي الأمور أو ما عنده فكرة عن هذا الموضوع بيقدر يتابعنا قناتنا على اليوتيوب، كل شيء مشروع في عدد كبير من طبعا الكورسات. شايفين هون في عندي بايب، كل بايب 63 ميليمتر بيكون في جنبه بايب كهرباء على أساس أيضا أسلاك الكهرباء تنزل بشكل مستقل. شايفين هون بينزل عندي بين الحديد، بننزل البايب ويعملوا له فكس وإغلاق بالتيب من الأعلى ومن الأسفل، فيكون جنبه أيضا بايب كهرباء. إحنا ما منكون خسرنا شيء بهذه العملية، ابتعدنا عن موضوع الرايزرات إطلاقا، تمام، وركبنا طبعا الوحدات على الأطراف مثل ما هو طالب الكاستمر. ولكن إنه يجي مثلا استشاري يقول لك أنا جمع لي الوحدات الخارجية هناك، أو الكاستمر يقول لك جمع لي الوحدات الخارجية هناك والمكيفات هون، وتسحب البايبات تحت العزل وتحت البلاط، هذا الأمر خاطئ يا جماعة. يعني أنا نصيحتي لملاك المشاريع، لا تضروا نفسكم بأيديكم. أنت حاب توزع الوحدات على الأطراف، إحنا في حال كان التكييف سبلت دكت بنحاول من خلال تركيب السليفات في الأماكن الصحيحة على الأطراف، تمام، نركب لك الوحدات الخارجية مثل ما أنت شايف. هاي هون عندي بيطلع البايب، تركب الوحدة الخارجية هون جنبه، بيطلع البايب تركب الوحدة الخارجية جنبه، وهكذا. شايفين هاي السليفات، هاي كل مكيف في إله سليف في إله بايب كهرباء راكب ممر، حاليا بصبه في عندي ممر بظل هون، بس يطلع الطابق اللي